البداية لكن اللي هنكون عم نبلش مع هالوايرلس جلوفز اللي هن من بيرتاك سوري. الفكرة من وراهم هالديفايسز انه هن اللي هيكونوا عم يعملوا كونكشن على سمارت فون تبعكم فيا بلوتوث يا اما فيا واي فاي. الفكرة من وراهم كمان انه رح تكون عم تغنيكم عن انه تكونوا عم تستعملوا هالسكرين، لان كيف كنا عم خبرها رانيا من لحظات قليلة انه كل ما يكون بدكم تجربوا مثلا عم بدق السمارت فون تمسكوه هيك بالكفوف. في كتير سمارت فونز هلا اليوم كمان بلشوا يطوروها بالسمارت فونز، بس في كتير سمارت فونز وقت تكونوا عم تكبسوا عليهم ما بيكونوا فيهم هالتاتش انيبل سيستم يلي بيسمح لكم من خلال الكفوف تكونوا عم تستخدموا سمارت فون تبعكم. اوريدي في منهم بتشاينا وفي منهم رخاص ب 10 وب 20 دولار يمكن حتى بتلاقوا منهم، بس الفكره من وراء هالجلوف اللي انا عم بحكيكم عنه هي كومبليتلي ديفرنت. الفكره انه هالجلوف رح يكون فيه تاتش باترنز، يعني بمحلات معينه على الكف وقت بتكونوا عم تدقوا فيهم رح يكون عم بيطلع لكم فويس كوماندز. هالكوماندز مش فويس كوماندز، رح يكون عم بيصير فيه كوماندز. هالكوماندز اللي مثل ما عم تشوفوا بهالصوره ممكن يكونوا عم بيعطوكم فرصه تردوا على الاتصال وقت يكون عم بيدق سمارت فون تبعكم، تكونوا عم بتصوروا فيديو. هون اذا بتلاحظوا بريكورد شكلها للجو برو، لان ممكن تكونوا عم بتصوروا بهالجو برو كام يلي هي بتكون كمان موصوله على ابلكيشن على سمارت فون، يا اما حتى ممكن تكونوا عم تعملوا ستريمينج للموسيقى تبعكم وعم تتحكموا بالتراك. كل هول هن بس بمجرد ما تكونوا لابسين هالجلوفز بطريقه اكستريملي بيسك. اكيد فيهم كبسه اون واوف يلي هي الباور بوتن لتكونوا عم تشغلوها لتكونوا عم تستفيدوا من كل هالفيتشرز. هالموضوع يلي رح يكون عم بيعطيكم الفرصه كمان وما تكونوا كل الوقت عم تصرفوا بطاريه كثير طويله، يعني اكيد لان بهالحاله عم نحكي عن 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 بطاريه رح تكون موجوده بهالجلوفز يعني رح تكون عم تسمح لكم انه تكونوا عم بتشرجوا هالديفايسز. عم نحكي عن بلوتوث كابابيليتي موجوده فيها، فاكيد نحن بحاجه لالكتريكال سورس نكون عم نستفيد منه. اكيد هون كمان عم نحكي عن هالديفايس وفيه واي فاي وبلوتوث، فاكيد رح يكون ووتر ريزيستنت، يعني لان عم نحكي عن سكيفا بحال كان عم يجي عليهم مي كانوا عم يتحملوا كل هالظروف المناخيه الصعبه، يعني مش حيكون في اي مشكل. بونجور الي، انا جايبت لك معي شيء بما انه مزكم، هلا بفرجي لك رانيا. عن جد يعني ما بعرف قد ايه بدي اعبر لك عن امتلاني سلامه قلبك إلي. بس الشيء الاصعب انه مش حفيق استعمله هلا انا بالحلقه يعني. لا بس انه بيضلوا معك يعني صرت مرتاح انه بحال بدي لحن حد بعدين انا انه فكرت فيك عرفت مهم النيه. عن جد ثانكس لوت رانيا، كرم عينك. كنت عم بحكي باي عن هال جلوب تامسكي اليوم بعمل سيرف. اوكي فهلا اول مش حكتير تستفيد منهم in this case، بس انه لحالك حتى if you bike اذا عندك بايك كمان فيك تكوني عم تستعملي هالجلوفز. ليش؟ لان مثلا هالحركه اليد كيف عم تشوفوها مثلا هالتاتش بالثمب كيف كان عم بيحرك ايده فيها تاتش بوينتس كيف كنت عم بقول لكم، يعني هيك بيكون عم يرد على اتصال. طريقه ثانيه اذا بغير هالهاند جستشر تبعه بيكون عم بيسكل الخط مثلا اند سو اون. هالهاند جستشر اذا بتطلعوا شوي هو احلى اذا بيرد مش يطبش خطوط بوجهه هو حيرد حيرد وحيسكر يعني. بس بهالصوره اذا فينا نرجع نحطها ثانيه لكون عم ضوي على نقطه يلي هي انه في هالجراي ماتيريال يلي حتشوفون بهالصوره يلي هن رح يكونوا عباره عن هالتاتش بوينتس، وقت تكونوا عم بتدقوا فيهم رح يكونوا هن عم يعطوا هالكوماند فيتشرز، رح يكونوا هن عم يعطوا تعليمات هالتعليمات يعني نحن عم نحكي عنها يلي اجين برجع بقول لكم ممكن يكونوا مختلفين من answering calls من انه تكونوا عم بتسكروا الخط بالاتصالات اللي عم تقوموا فيها، من انه تكونوا عم بتسجلوا فيديو بحال كنتوا عم تستعملون and so on. بتستعملي هيك ايتم؟ اكيد بتحسيها اتس براكتيكال. ما فينا نتخلى عن بتعرف الادمان. لا لا حقلك مش حتستفيدي شيء من كل هول بالادمان، هيدا بس انه بحال عم تسمعي موسيقى، بحال كنت عم بتصوري صور، بحال كنت هي نو ايفريثينغز فاين. لا خرج سكوبا دايفنج هيدا باي ذا واي نو بيك شي لا ايفريثينغز فاين. فالفكره من وراها انه تكون عم بتهين لك حياتك سوشيال ميديا او كوميونيكيشن وكذا هول ما بيفيدوك بهالجلوف. لكن بلاهم كاندي كراش ما فيك تستفيد منها بهيدا ما بلعبه. بس الكلاش اوف كلانز ما بلعب كمان. لا شي لعبه ما بلعب ولا شي بس بشتغل انه انا قصدي انه ايميلز وهيك. ايه اوكي لكن عن جيبي موتورولا اكس عم بيقري لك الميلات هلا كل يوم بتطلع لي باختراع بعد ضيعتني ما بقى بعرف شو ما عم تعرف شو بدك تنقي ما عم تعرف شو بدك بكره بنزل انا وياك على السوق. بس بدنا نرجع نحط هالصوره ثانيه لما بدي افرجيكم بس المحلات يلي بتكونوا عم تدقوا فيها. فالمحلات هون هنا هالجراي ماتيريال يلي كنت عم تشوف لان هذيك الساعه كنا عم نحكي عنهم ما بينت فقلت هيك اي انسيست انه ارجع افرجيكم اياها. فهون الجراي ماتيريال يلي اذا عم تلاحظي على كل اصبع رح يكون في اون افريج تو مين تاتش بوينتس يلي انت رح تكوني عم تعمليهم سيت اب مع سمارت فون تبعك انه بهالطريقه شو بيصير وبهالطريقه شو عم بيصير بين كل اصبع لحاله كل لا لازم يكون في هيك تضامن تضامن سوليداريتي should be two thumbnails. تفضل next second item second item رح نكون عم نحكي عن سمارت واتش.
اليوم من سوني لسامسونج ايفون يلي ما عدنا سمعنا شيء عن سمارت واتش تبعهم ابل مش ايفون ابل ما عدنا سمعنا شيء عن سمارت واتش تبعهم اليوم في سمارت واتش جديده حابين كنا عم نحكيكم عنها هالسمارت واتش الجديده هي منها حيالها سمارت واتش الفكره الاساسيه وقت كانوا عم يشتغلوا على هالديزاين يلي شكله من برا شوي غريب هي انه كان بدهم يعطونا ديفايس يكون اندبندنت يكون كومبليتلي مستقل عن السمارت فون ايه بتشتغل فيه لحاله مش ضروري تعمل كونكشن بيناتهم فما عاد في لزوم انه هالسمارت واتش تكون هي هالكمبانيون للسمارت فون يعني بتغنينا تكنولوجي على عشرتك انت من زمان كنت تفهم التكنولوجي صرنا كثير فالفكره انه هالديفايس رح يكون عم يغنيك رانيا عن السمارت فون لان اليوم اذا بدنا ناخذ اكزامبل سمارت واتشز يلي اوريدي اليوم موجودين بالاسواق هن بيكونوا عم بيستبدلوا شاشه السمارت فون تبعنا بدهم اللي يستبدلوا يعني انتم ما فيكم تكون عم تمشي لحالها هالساعه من دون سمارت فون موجود معكم بس هالديفايس يلي سموها اي اي واتش كانوا عم بيقولوا وعم يعملوا هيك بالوقت كانوا عم بيعملوا لونشينج لهالساعه كانوا عم بيقولوا انه هيدي هي ذا سمارتست سمارت واتش AI ليش؟ يعني Artificial Intelligence أو لك؟ ها هي رانيا شيء لا مش معقول اليوم عن جد كملي أنت أكل زعتر الصبح تونة مبارحة وزعتر على بكرة فلقلك الفكرة من وراها أول شيء هون عم نحكي عن Operating System يلي هو Android 4.0.4 يلي هو هيدا بعالم السمارت واتشز يلي صرنا حكينا عنهم فتنا نقول إنه هيدا أجدد Operating System اليوم موجود يعني هلا بنعرف بأندرويد أجدد Operating System صار 4.4 هون عم نحكي عن 4.0.4 بس بالنسبه للسمارت واتشز هذا واحد من اسرع الاوبريتنج سيستم المتوفر عليهم انا امبارح جبت واتش بس مش كثير سمارت بس فينتج كثير حلو مثل ساعتي هلا بفرجيك اياها قد ايه سمارت ساعتي انا رابر ان شاء الله وصلها على شيء لا 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 بعده اكيد عم زبط الميكرو هلا هي كانت بوقتها سمارت على فكره هول الفينتج ايه هلا بنحكي عنهم رح نحكي عنهم هلا بنعطيهم وقتهم بنقارنهم مع هول هيدا لك شو فيها اول شيء هيدا سبورتس 3 جي نتورك يعني ممكن تكونوا عم تحطوا فيها نانو سيم كارد تمشي لحالها عم نحكي عن 1.2 جيجا بايت بروسيسور عم نحكي عن كمان جي بي اس واي فاي كاميرا كيفيه البلاي ستور الجوجل بلاي ستور ممكن تكونوا عم تعملوا داونلودز للابس تكونوا عم تحطون على الساعه اذا عم تلاحظوا فيكم تكونوا عم تنقوا عدد كثير كبير من الباك جراوندز من برا مع الجلده حلوه كثير اصلا يلي ممكن تكونوا عم تغيروا بالوانها سوشيال ميديا ابلكيشنز عم عملوا انتجريشن عم نشوف فيسبوك تويتر انستغرام اكيد موجودين اس ام اس وام ام اس مثل كل باقي السمارت واتش زي اليوم هن اوريدي موجودين بالاسواق ممكن تكونوا عم تستعملون هلا هون بلش الادمان هون بلش الادمان لان خلص حيصير كل شيء على الساعه يعني مش حتعودي عم تعملي شيء بعرف باي ذا واي هالصوره كنتوا عم تشوفوها السكرين من برا مبينه هي مثل ويندوز بس هو الاوبريتنج سيستم الموجود عليها هو اندرويد فذس از ا ديفرنت لونشر يعني بتعمليها كستمايزيشن بين بغير طريقه وكيف كنا عم بنقول هي فيها بلوتوث تكنولوجي هون كمان عم نحكي عن 4.0 يعني هالساعه رح تكون عم تشتغل شغلتين ممكن تكون اندبندنت وممكن تنوصل كومبانيون مع هال قبل ما نكمل عنا بعد فيك بعد في كم تفصيل صغير رح نكون عم نفرجيكم ساعه كمان كثير جديده One of the latest trends. كنت جبت سيارة الفينتج. عم دل بسها. ليك أول شيء this is water resistant. تجي stainless steel. تفرجيكم إياها هيك. كل الناس عارفوا شو هي اللي إنه لبسنا منها على مدة 20 سنة يعني. دافع كنت محتار أنا هلا أنا ما كنت عيينة. شو قصدك إلي؟ هلا عم بختبرها. شو قصدك؟ أول شيء فيها ضو. أصلاً أنا كان عمري سنة بوقتها. الضو بيبين من جبت لأولادي على فكرة السنة اللي بعدها أنا السنة اللي بعدها أنا احنا تخرجنا ورا بعض تخرجت قبل هلأ ما معقول شو عم يجي عبالنا نرجع لنسان اشتريتها من أمازون أنا هيدي أونلاين كان شعور كتير غريب بس لقلكم أول شيء هي ووتر ريزيستنت كنت محتار إذا بشتري هيدي بشتري تبع الكالكوليتر والأمر المضحك أنه أول ما جبتها رانيا ما عرفت بكلها صراحة لأن هي في محل أنه بتفكريها مثل كل الساعات هلأ أنه بتحطيها ولحالها بتاخذ البكلة هي محل بدك تفوتيها وبدها تزبط البكلة بدها تجي في محل إلها خصوصي بدها تركب فيها هيدي فور مور سكيورتي فاستعنت بهيك فيترن حدا من الأولد سكول قال لي شو شاري إنه هي نحن كنا نلبسها قلت له إيه وهيدي إنه تورطتها عبر الأجيال بس أنا جبت مبارح أنا وولادي كمان مثلهم بس فينتج يعني مثل هاي فينتج كتير بس رابر لونه ابيض بجاني من هيك اليوم لبستهم شايف في كثير منهم قصص كستمايزد خلص نكست تايم رح البسهم في منهم عم يعملون ان جولد لا لا اي ديدنت كستمايزد يعني عادي مثل ما هي ايه وللاولاد ازرق وروز قد ايه حلوين فيري كول مبسوطين فيهم هن بس عم بيضووا اكثر من هيك سألك الضو تبعي يعني انا اول ما جبتها وعيت في نهار بالليل اول شيء الالارم كان معلق على الساعه 12 بالليل
لما تكون عم ترجل جوا بتصيروا تكبسوا كبسات هيك شبال يمين يعني ونسيت شيء الالارم انه اخر مره حطيت الارم ساعتها يمكن ما بتذكر انتين فالالارم انه تخيل لك تناقض هون في عندي ساعه فينتج هون عندي فتنس بريسلت يعني حلو غير سنشري ولورانيا مش معقول حلو كثير فتصير تذكر بالليل على طول المزج بين الماضي والحاضر الله فيها بيت شعر هيدي طبعا طيب شو عندك بعد؟ وقوف على الأطلال خلينا بالمهم ارجع عطينا شو عندك بعد؟ فبيسكلي هالارتفيشال انتليجنس سمارت واتش مثل ما رانيا كانت عم تقول AI سمارت واتش هي رح تكون عم تغنينا عن سمارت فون كيف كنت عم قلكم فيها كل الفيتشرز اليوم نحن عنايهم من سمارت فون من كاميرا لمايكروفون and so on فعم بيجربوا الناس كانوا قايمين على المشروع انه يكونوا عم بيعطونا ديفايس ممكن يكون يمكن عم بيغير لنا حياتنا من اي ناحية لأن كمان بها سمارت واتش رح يكون فيها فتنس tracking applications and so on. نعم. نكمل تالت ايتم. بعد في شيء لان انا حسيتك عم انه هيك عم بتضيع وقت كان ما بقى في لا ولو بضل من اليوم لبكره رانيا ما في ابدا مشكل. بدي احكيك هلا عن جي بي اس تراكينج سيستم يلي اسمه بي سيف بادي. بي سيف بادي هو عباره عن هالديفايس الصغير اللي عم تشوفوه okay, يلي ات كونكتس تو ات كونكتس تو يور سمارت فون من خلال الابلكيشن. هالاب رح تكون عم تعطيكم بريسيجن ماتريكس عن اللوكيشن يلي هالشخص رح يكون موجود فيه وهالامر يلي رح يكون كمان عم يعطيكم ماتريكس وانسايتس بعد بطريقه احسن لتكونوا عم بتضلوا هيك ان تاتش مع هالناس بحال حابين تكونوا عم تطمنوا عنهم يعني ذس از فيري جود كمان بحال اذا بدي شيلها من فكره الاشخاص وبتضيع اغراضك لنفترض مفتاح لابتوب تابلت بس انا كيف بدك توصل عليه لحليك لان من ورا فيها باتش بتكون عم تلزق بهالديفايس وساعتها you'll be tracking your own devices at the same time فممكن نكون عم نستعملها لشغلتين والكونكشن يلي بتصير كمان هون عم نحكي عن جي بي اس سيستم وممكن كمان تكونوا عم تستعملوا البلوتوث كونكشن لان البلوتوث اليوم صار شيء كثير كومن يعني صار متوفر بكل الديفايسز فهالبلوتوث كونكشن رح تكون عم تعطيكم within a limited range بنطاق معين ومحصور tracking لهالديفايس وين موجود وهون بيجي دور اذا كنت عم تحطيها يعني مش الاشخاص عم يحطوها بجيبتهم يعني اذا كنا عم نحطها على شيء ديفايس لتكونوا عم تعملوا tracking بطريقه منيحه لو بيصير عندنا جي بي اس للطرقات هون مكان احسن بكثير بس اوريدي بس بتعرف اليوم في كثير لا لا بس حتى هون بلبنان في كثير في ناس مختصين بتروح لعندهم بيعطوك بري لودد مابس يعني من دون انترنت كونكشن بحطوا لك اوف لاين بتكون عندك فيك تحصلي على المابس يعني يعني ما حتى فيك تستعملي جوجل مابس على السمارت فون تبعك ات داز كونسيوم ا بيت اوف انترنت بس كنافيجيشن سيستم كذا وهيك هلا مش على طول حتكون اكستريملي اكيوريت لبنان كل يوم والتاني ممكن تختلف الطريق صح بس انه اتليست بتعرفي انت بالمنطقه المضبوطه هلا بالشارع المضبوط ما بعرف لا وباي ذا واي بلشوا جوجل مابس بالعربي فهل هالامر يلي كمان رح يكون للناس يمكن يلي ما بدهم يستعملوا لا بالانجلش ولا بالفرنش they can use google maps in arabic بس بتكون تعملوا لها ابديت يعني ف and that's all for today in barcode ميرسي لك عندي سلام لبيك هلا بخبرك من مين انا برجع لكم بعد هالوقفه